كلكم عاملين ايه النهارده؟ معاكم المهندس اسماعيل احمد من شركه اي تكنولوجي، ومعانا المهندس اسلام هنركب النهارده انتركم اي بي هيك فيجن اي بي، واوريكم المستلزمات بتاعته. نفتح العلبه. ايه قبل ما نفتح العلبه ونوريكم طريقه التركيب، ما تنسناش في اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب. ادي فتحنا العلبه قدامكم. العلبه بتتكون من شاشه الانتركم، كمان الكاستيره بتاعتها اهي، والكابلات بتاعتها، وادي القواعد بتاعت الشاشة والقاعدة بتاعت الكاستيرة برضو اهي، وادي الكتالوج والوصلات بتاعت الكاستيرة، الوصلات دي كلها، كمان في الباورات. ادي باور للكاستيرة، وادي باور للوحة الشاشة. يلا نبتدي نركب. دلوقتي هركب اللوحة الخارجية وهنوصل الجاكات دي في الكاسيرة هنا. بس الأول هنوصل قبل الباور وقبل الانتركم ونوصل المعالج. عندنا الأسود، الأسود ده سالب، والأحمر ده موجب، وعندنا الأخضر دوت أرضي، أرضي للمهج تمام، والأصفر ده هيبقى للمهج. دلوقتي احنا بنوصل الكابلات زي ما انتم شايفين كده اهو. احنا عرجنا الكابل ولا فكناه؟ عرجينه. دلوقتي احنا بنوصل الباور عشان الجهاز يلقط باور. دلوقتي خلصنا كل توصيلاتنا، وصلنا ل 12 فولت، ووصلنا كمان الكهرباء الخاصه بالمهج. المفروض دلوقتي معانا ثلاث حاجات: كهرباء مهج، كهرباء الكاستير اللي بره، والداتا اللي بتنقل الداتا اللي هو على الراوتر فوق. هنبتدي نحط السوكت بتاعنا، نوصل. طب مش نركب الاول اعمل تيست الاول وبعد كده هثبت. نبتدي نوصل الارجي بتاعنا، وبعد كده نوصل السوكت بتاعنا اللي هو بينقل الباور بتاعه. ندخل جوه. بص دلوقتي المهندس اسلام بيقرب سلك الانترنت زي ما انتم شايفين اهو، وهنركب الشاشه هنا. دلوقتي احنا بنوصل الشاشه. في طبعا شاشه الانتركم دي بتاخد 12 فولت موجب وسايبه، فانا خرجت من الكابل كات 6 دوت، خرجت فردتين اللي هم رقم 7 و 8 اللي هو هيديني اللي هو لون ابيض، ابيض بني وبني. الاثنين دول استغليتهم في نفس الكابل، استغليتهم علشان اوصل ال 12 فولت على مباشره، لان اللي هو ما بيدعمش البي او اي. ما عشان احنا ما عندناش سويتش بي او اي، فاحنا قلنا نوفر، ما فيش سلوك واصله في اللوح. بالظبط. خدت الفردتين دول وشغلتهم 12 فولت. وكمان احنا وصلنا ال 12 فولت بالجاك بتاعها في المكان هنا، في مكان هنا وصلنا بالجاك. سوكت مطلع لي لون احمر واسود اللي هو ال 12 فولت بتاع اللي بيشغلوا الشاشه ذات نفسها. وفي كابل اللان، كابل اللان هيوصل في المكان هنا اللي هو كابل ايثرنت، كابل الايثرنت اهو في المكان هنا. 12 فولت ركبت بقى السوكت بتاع الـ بتاع الايثرنت، ركبته في الـ في الـ في اللان بتاعها. بعد كده ابتدي ادخل الاسلاك دي جوه، ما اخليش حاجه ورا الشاشه. بعد كده اثبت الشاشه بالشكل ده. اول ما تسمع صوت التكه يبقى كده تمام، الشاشه رجعت. الله ينور. فيها لطش كده صغير. الله ينور. دلوقتي احنا جبنا معانا الشاشه اكستنشن برضو، هنعمل لها بنوصلها برضو مع الانتركم الرئيسي، وادي المكونات بتاعتها زي ما انتم عارفين. هنركب مكان كابل الانترنت هنا زي ما انتم شايفين كده. ادي الكتالوجات بتاعتها والوصلات بتاعتها زي ما انتم شايفين اهما تمام. دي مش هنستخدمها، هنوصل كابل ايثرنت في الشاشه نفسها. هنوصل الكابل دوت في المكان هنا، في المكان بتاع الباور، عشان دي هنوصلها باور. وكابل الايثرنت هنوصله هنا. دي انا هاخد عشان اركبه في السلك، وده مكان الايثرنت. دلوقتي احنا بنوصل السلوكه زي ما انتم شايفين اهو، وهنعلقها على الحيطه.
دلوقتي احنا هنركب الشاشه الاكستنشن اهي زي ما انتم شايفين كده. هنوصل كابل الايثرنت في المكان هنا. تركب اهوت وهنركب كابل الباور هنا. انت لو عندك سويتش بي يو اي ممكن ما تعملش الكابل الاحمر اللي احنا عاملينه ده. لو عندك سويتش بي يو مش هتركب الكابل الاحمر ده، هتوصل على طول هيشتغل معاك الشاشات. الشاشة اشتغلت قدامكم زي ما انتم شايفين اهي. تمام، وريهم بس اشتغلت ازاي عشان ما يبانش. دلوقتي هركب الشاشة، دلوقتي هعلقها. ركبنا الشاشة وتكت زي ما انتم شايفين اهي. الله ينور عليك. هنبرمج دلوقتي الشاشة. دلوقتي احنا هنعمل الباسورد بتاعها. تمام، اي باسورد انتوا تعملوه عادي مش فارقه. نكتب الباسورد تاني، هندوس انتر، هندوس اوكي. مش مظبوطين الباسورد دي بتاعت ادمن، هندوس اوكي. الجهاز بره اركبه بره لفوق ثانيه بس نعمله تيست الاول ونركبه. طب ما هنختار لغه انجليزي زي ما هي، مش هنعمل دي اتش سي بي، هسيبها زي ما هي كده. هدوس نيكست. تمام، هنا نعملها اكستنشن نمبر، هنعملها واحد زي ما هي. دوس انتر. تمام، اس اي بي باسورد هنعمله برضو باسورد. دوس على الثانيه شويه. هو ايه الاس اي بي ده؟ ده سكيورتي، سكيورتي باسورد. هندس اوكي. شات صيني. صلاة العشاء. هدوس اوكي. تمام، هدوس كونكست. جاب الشاشة اللي فوق عشان نفس الاي بي، هدوس عليها فينيش. فينيش. متنساش بقى في اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب. دلوقتي هنعمل لايف لوكيشن، نعمل تيست على الجهاز. هندوس لايف لوكيشن، هندوس على الزرار ده اهي، ظهرت قدامكم اهي. تمام، باشمهندس اسلام فوق. سامعني كويس؟ افتح الباب كده. افتح الباب اهو، فتح؟ لا طبعا ما فتحش. اللح قدامكم اهي. تمام، والسما دلوقتي هيرن علينا، دلوقتي بيرن علينا، دلوقتي هرد عليه. يا سامع. ايه اسماعيل؟ سامعني كويس؟ اه تمام. صورتك منوره. ايوه. هدوس على الباب كده شوف الباب يفتح ولا لا. الباب فتح؟ فتح؟ تمام ماشي، جاي لك وأسامة. سلام. سلام. هرن على الشاشة اللي فوق برضه، هندوس هنا على العلم دي، وهندوس على دي، وهندوس هنا. هرن دلوقتي. بتقول يا اسلام؟ اشوف انا افك الكستيرة دلوقتي واصور لك الكود. ماشي. ماشي، سلام. كده قفلنا كمان، وريتكم ازاي بتصلوا. تمام. اللوحة الرأس الكاستيرا لما ركبت اهي منورة انفراريد عشان تبين معنا الابيض والاسود اهي. تمام، وده الزرار بيرن عليه عشان يرن جوه. احنا كده خلصنا شغلنا وشغلنا الشاشات على الكاستيرا وبيرنوا على بعض. تمام، كان معاكم النهارده المهندس اسماعيل احمد من شركة اي تكنولوجيا خدمات الكمبيوتر والانترنت تحت املاك كفايات، ومعانا المهندس سلام النهارده. فما تنسوناش في اللايك الجميل والسبسكرايب. السلام عليكم.